طيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيهنئ فريق كرة الماء بالدوري والكأس. قلت لحضراتكم ان فريق كرة الماء من الفرق، يعني كنا بقالنا فترة طويلة جدا ما خدناش هذه البطولة، وبالتالي تهنئة خاصة من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة لفريق الأهلي لكرة الماء بمناسبة الفوز ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظومة العمل في قطاع السباحة وأثمرت عن نتائج متميزة أسعدت جماهير وأعضاء النادي. وقال أن الفوز بالبطولتين يحمل الفريق مسؤولية كبيرة فيما هو قادم، خاصة أن جماهير النادي الأهلي تطمح إلى المرتبة الأولى عند المشاركة في أي بطولة محلية أو قارية. وختاما أكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في قطاع السباحة، والذي يسعى دائما إلى التطوير وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمكانة النادي الأهلي. طيب دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفريق كرة السباحة. نكسب في السباحة كمان مش في بره بس، نكسب كل حاجة في السباحة كمان، في المية كمان، في كرة الماء. يعني خلي بالك اللعبة دي صعبة جدا طبعا، مجهود صعب جدا. نعم مجهود بدني قوي جدا، مجهود بدني قوي جدا. وكان عندنا مشاكل فيها الفترة اللي فاتت، ولكن السنة دي بقول لك بسم الله ما شاء الله، بسم الله تطور كبير تفوق في كل حاجة.